بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع هذا الدرس عن حدث من الأحداث التاريخية الهامة التي يخلدها الشعب المغربي من كل سنة، والتي تصادف هذه السنة يوم الخميس 20 غشت سنة 2000، وهي الذكرى 67 لثورة الملك والشعب. فالمغرب أحباب الكرام ولله الحمد أحداثه التاريخية الكبرى التي تزهو بها صفحات أمجاده منذ أن نور الله بالإسلام ربوع بلاده. ومن هذه الأيام الوطنية المباركة التي نستقبلها ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد. والجدير بالإشارة أن حب الوطن من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، ولعل خير دليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمكة يوم أن كان خارج منها مهاجرا: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. إلا أن الحب الحقيقي للوطن أحباب الكرام يعني القيام بالواجبات المنوطة بكل فرد بأمانة وإخلاص على اختلاف المواقع والمراكز والمناصب والمراتب، وأن نسعى دائما إلى ما يحقق الرفعة والحضارة لهذا الوطن. فهذا الحدث العظيم يعد منعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، حيث قدم المغاربة أروع صور الوطنية الصادقة، وبذلوا أغلى التضحيات في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن مقدساته. تجلت أولى ملامح هذا الحدث الهام عند رفض أمير المؤمنين مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه الخضوع لضغوطات سلطات الحماية، والمتمثلة أساسا في طلبها منه مناهضة الحركة الوطنية والمد التحريري للوطن. عكسهم بتشبثه بمواقفه الرافضة لكل مساومة. هذا كله سبب في تأزم الوضع وإقدام سلطات الحماية على محاصرة القصر الملكي بواسطة القوات الاستعمارية يوم 20 غشت سنة 1953، طالبة منه التنازل عن العرش أو النفي خارج الوطن، ففضل النفي على أن يرضخ لإرادتهم. خيره الاستعمار بين المحافظة على العرش والثروة أو النفي والموت، قائلا له على لسان المقيم العام الفرنسي أنذاك: يمكن لكم أن تحافظوا على عرشكم وعلى ثروتكم وعلى التمتع بالعرش والراحة والحياة المترفة، بشرط أن تخضعوا لإرادتنا وأن تأمروا بأمرنا وتتعاونوا معنا على خلق مغرب جديد كما نريد لا كما تريد الأمة المغربية. فإن أبيتم كان النفي أولا وكان القضاء عليكم وعلى أسرتكم ثانيا. فرفع رأسه إلى السماء في هذا الموقف العظيم الذي تظهر فيه عظمة الأبطال الأفذاذ والمؤمنين الصادقين، فقال مرددا ما قال ربنا الكريم على لسان يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وجاء في بعض خطبه ما ألهمه الله إياه في هذا الموقف العظيم الكلمة الخالدة التي نطق بها جده المصطفى عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. من هنا تظهر عظمة مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه، ومن هنا يظهر ما اتسمت به أسرته الكريمة وعلى رأسها عضده الأيمن في هذه المحن القاسية، ولده البار الحسن الثاني أكرم الله مثواه، وعظمة هذا الثابت المؤمن بوعد الله بأن النصر مع الصبر. هذه الملحمة الكبرى أحبابي الكرام كانت انتصارا لقضايا الوطن ومصالحه العليا وطموحاته الرامية إلى انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. كما أن الدلالات التاريخية والأبعاد الرمزية التي يتضمنها هذا الحدث الوطني الكبير تعزز ما يطفح به تاريخ المغرب من أمجاد وبطولات وروائع للكفاح الوطني صنعها عرش مجاهد وشعب أبي. إن أبلغ درس أيها المؤمنون لهذه الملحمة العظيمة، وأنها شكلت كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره مدرسة للوطنية المغربية الحقة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية والمذهبية.
في إطار الالتحام المكين بين العرش والشعب الذي كان السد المنيع في وجه كل المؤامرات والرافعة القوية لكل التحديات والكفيل بتحقيق انتظارات المغاربة في تثبيت السيادة والقضاء على الجهل والانغلاق والتخلف ووضع البلاد على قاطرة التأهيل الشامل ومواجهة تحديات الألفية الثالثة. واستلهاما من المأثورة التاريخية لجده المنعم المغفور له محمد الخامس، لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أي الانتقال من معركة الاستقرار إلى معركة البناء. يواصل باعث النهضة المغربية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مسيرة الجهاد الأكبر ارتقاء بالوطن في مدارج التقدم والحداثة وترسيخ الديمقراطية وتعزيز النهضة التنموية الشاملة والمستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والبشرية. وسيظل صدى هذه الملحمة التاريخية الكبرى التي تكللت بالعودة المظفرة لبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له مولانا محمد الخامس، محفوفا بوارث سره ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراهما والأسرة الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن في 16 من نوفمبر سنة 55 و900 وألف، وإعلان بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال. إن استحضار القيم الرمزية والدلالية العميقة لثورة الملك والشعب أيها المؤمنون هو كذلك واجب ديني ووطني وإنساني وتاريخي لاستقراء الدروس من عبق التاريخ ولتكريس ثقافة العرفان والاعتراف بما أزداه الوطنيون المجاهدون الصادقون للمغرب والوفاء لعطاءاتهم وتفانيهم في الدفاع عن حوزة الوطن، وكذا تعزيز قيم التضامن داخل المجتمع والمواطنة الحقة التي تعد الزاد الأساسي لكل المغاربة لمواجهة كل التحديات الآنية والمستقبلية بنفس العزيمة والإرادة. من مكنون هذه المعاني يخلد المغاربة هذه السنة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب المقترنة بأفراح عيد الميلاد السعيد لجلالة الملك مولانا محمد السادس نصره الله وأيده، مستلهمين من الحدثين المشيدين العزم على مواصلة مسيرة التطور والحداثة والبناء بكل تصميم وإصرار وأمانة وإكبار واعتزاز وافتخار لكل جميع عناصر وأفراد المجتمع، ومن أجل تقدير التضحيات التي بذلها السلف في سبيل النهوض بالوطن إلى مستويات أسمى وأرقى والسمو به إلى مدارج الرفعة والتقدم التي يطمح إليها أبناء الشعب المغربي. فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه يا رب العالمين، وأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يرحم برحمته الواسعة مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس، كما نسأله عز وجل أن يرحم شهداء الأبرار الذين استرخصوا أرواحهم في سبيل عزة الوطن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.